تواصل أجهزة الدولة جهودها في طرح السلع الغذائية بكميات وفيرة وأسعار مخفضة تصل لأكثر من 20% بمختلف منافذ المجمعات الاستهلاكية، ذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية. وللمزيد تنضم إلينا مراسلة التلفزيون المصري جيرمين إبراهيم من داخل إحدى المجمعات الاستهلاكية بمحافظة الجيزة. يعني جيرمين، ماذا لديك؟ نعم، بعد التحية، بالفعل كما ذكرت نتابع معكم من محافظة الجيزة من داخل أحد المجمعات الاستهلاكية الجهود المبذولة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بكميات وفيرة وأسعار مخفضة في مختلف منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لها. هذه التخفيضات التي تصل لأكثر من 20%، هذا يحدث أيضا بالتزامن مع إقامة معرض أهلا رمضان في عدد من المحافظات، والذي يتم من خلاله طرح أكثر من 14 سلعة غذائية، ويعني بيتم يعني بأسعار وتخفيضات تصل لأكثر من 30%، على أن يقام المعرض الرئيسي في يوم 24 من الشهر الجاري في محافظة القاهرة. أيضا بيتم طرح كراتين رمضان في أكثر من 1300 منفذ في مختلف أنحاء الجمهورية. بالتزامن مع كل هذه الجهود بيتم أيضا تكثيف الدور الرقابي من خلال الأجهزة الرقابية، سواء من وزارة التموين أو أيضا جهاز حماية المستهلك، لضبط أي محاولات لاحتكار أي سلعة أو رفع الأسعار على المواطنين، من خلال أيضا توفير وتخصيص غرف عمليات في مختلف مديريات التموين بمختلف المحافظات. يعني من خلال تواجدنا على مدار الساعة الماضية في هذا المجمع الاستهلاكي في محافظة الجيزة، وجدنا إقبال من المواطنين كبير على شراء السلع الغذائية، خاصة مع فروق الأسعار والتخفيضات الموجودة. فهنا اللحوم الطازجة السودانية بتطرح ب 95 جنيه، اللحوم المجمدة بتبدأ من 75 جنيه، وأيضا الدواجن بيبدأ سعرها من 48 جنيه، إلى جانب يعني الأسعار الموجودة بالخاصة بمنتجات شهر رمضان الكريم، فاليميش رمضان بتبدأ الأسعار من 24 جنيه، إلى جانب طبعا السلع الغذائية الأساسية من الأرز والسكر. كل هذه الأسعار بتطرح بتخفيضات. يعني تحدث معي أحد المواطنين أنه فرق الأسعار بيصل يعني بيتجاوز في عدد من السلع حتى لعشر جنيهات عن الأسعار خارج المجمعات الاستهلاكية. الحقيقة كل هذه الجهود بتبذل من أجل التخفيف على المواطن المصري، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم. بعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. مراسلة التلفزيون المصري جيرمين إبراهيم من داخل إحدى المجمعات الاستهلاكية بمحافظة الجيزة، شكرا جزيلا لك.